تزامنا مع هذه الذكرى الطيبة كمان انطلق موسم العمرة الجديد، وبدأت أفواج المعتمرين المصريين الوصول للأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة. غرفة شركات السياحة أعلنت نجاح انطلاق رحلات موسم العمرة لعام 1444 هجرية من الأسبوع الأول لشهر أكتوبر الحالي. أكدت أن البوابة المصرية للعمرة ساهمت بشكل كبير في إنهاء إجراءات سفر المعتمرين بسهولة ويسر، وده كمان مع دعم ومشاركة وتنسيق مستمر بين وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة. خلونا نتكلم مع الأستاذ أسامة خيري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة. أستاذ أسامة، أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك أهلا طيب. أهلا وسهلا، كل سنة وحضراتكم طيبين والأمة الإسلامية كلها طيبة. عايزة أبدأ أهلا من وسهلا. يعني الاستعدادات لموسم العمرة من خلال البوابة كان شكله إزاي؟ والله يعني إحنا الحمد لله رب العالمين، بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل القيادات بتاعتنا صراحة في الوزارة وفي الغرفة، وفقنا بفضل الله إن أول الرحلات انطلقت ومشيت بنجاح باهر، ووصلوا المجموعات اللي وصلت مكة وصلت، واللي وصلت المدينة وصلت بفضل الله والحمد لله رب العالمين. كانت البوابه سبب رئيسي ان احنا ننجح السنه دي. يعني البوابه كانت بصراحه طيب ازاي؟ حفظت الشركات، لانه حفظت حسب الخبر كمان انه هذه البوابة يعني سهلت الامر، يعني يسرته ازاي؟ يعني ايه اللي حصل خلانا ان احنا نقول انه هذه البوابة كان ليها هذا الدور؟ ما انا هقول لحضرتك على حاجه. السعوديه فتحت عندها كذا نوع من انواع التاشيرات. نعم. احنا البوابه حفظت لشركات السياحه حقوقها ان انا ابقى ممثل الدوله في ان انا انظم الحج والعمره. انا بقيت دلوقتي ان العمره بقت في من عن طريق البوابه، المعتمر المصري ضمن حقه. ايوه. وضمن حد يتكلم معاه، الشركه تبقى مسؤول عنه في مكه وفي المدينه. تاني حاجه الموضوع السفر، ان السفر عن طريق مؤسسه او عن طريق شركه ما بقاش الناس تسافر لوحدها. الاول قبل البوابه كانت الناس بتسافر لوحدها، ما كانش في مسؤوليه، ما كانش في ممكن اي مشكله تحصل، ما حدش يعرف يسون المعتمر. احنا الشركه دلوقتي او شركه السياحه عن طريق غرفه السياحه بوجود وزاره السياحه بقى المعتمر له حق. المعتمر نجح. نعم. البوابه بصراحه ساعدت الشركات مساعده غير عاديه. وكل شركات السياحه في مصر تشهد بهذا الكلام. طب خليني اسال حضرتك الموضوع من وجهه نظر اخرى، يعني زي ما حضرتك عارف انه اي حد ممكن دلوقتي يسافر ويستخدم نوع مختلف من الفيزا، فايه اللي يخليني كمعتمر ان انا اروح للبوابه؟ اللي يخليه عشان ضمان حق المعتمر، اللي يخليه يروح البوابه ضمان حقه. هو لو سافر يعني عن طريق ازاي؟ اي يعني فيزا. حضرتك اديني تفصيل اكتر عن النقطه دي. التفصيل اكتر ان انا النهارده بروح عن طريق الشركه، بدفع فلوسي بالشركه، بروح مكه الاقي الفندق اللي انا اتفقت عليه، بروح المدينه الاقي اتفقت عليه، الاقي وكيل بيستنيني، الاقي مشرف معايا. كل ده مش موجود في التاشيرات الاخرى. نعم. فالمعتمر لما بيدفع فلوسه هنا في شركه سياحه بياخد وصل، بيبقى ضمن حقه في الشركه عن طريق البوابه. يعني ممكن حضرتك هو قاعد في السعوديه هناك، ابنه عارف هو فين، عارف ان والده وصل. عندنا طبعا الغرفه برضه السنه دي بتجيلها الساعه الالكترونيه، بيتحط عليها البرنامج بتاع المعتمر. مطرح ما فبيبقى يروح المعتمر واضح. واضح كل حاجه له. اما اللي طالع طبعا عن طريق غير البوابه بيبقى كله كلام، ما فيش حاجه اساسيه موجوده، ما فيش شرح تفصيلي عن البرنامج. بيتقال له انت هتروح تعمل كذا، ممكن في المطار هنا عندنا طبعا في لجان من وزاره السياحه موجوده في جميع مطارات مصر. اللجان دي لو هو طالع عن طريق غير البوابه بالباركود بتاعه مش ممكن ما يسافرش. عدد المعتمرين اللي سجلوا على البوابه حتى الان قد ايه يا فندم؟ احنا واخدين دلوقتي حضرتك وزاره السياحه منزله لكل شركه في مصر 40 جواز مشرف و39 معتمر. نعم. كل شركه لها 40 فرد دلوقتي، منهم واحد مشرف و39 معتمر، اللي نفذ من اللي نفذوا في حدود ال 5 6000. نعم. لان احنا لسه باقيين من يوم الاربعاء اول سفر. ده كان لسه، ولكن احنا دلوقتي في مراحل المراجعه، ممكن على خلال الاسبوع اللي احنا فيه ده يوصل كل ممكن توصل مثلا حوالي 20,000 معتمد. نعم. عن طريق الشركات. نعم. كل طبعا الوزاره وفقت جدا جدا في وهي والغرفه بصراحه نجحوا في انهم ينظموا الموضوع ويفتحوه في المواعيد اللي هم قالوا عليها. نعم. يعني وزير السياحه نزل الضوابط قال لك هنشتغل في اول 10. وبالفعل احنا اشتغلنا في اول 10، وده كلام ممتاز للوزير الجديد بنشكره عليه بصراحه. نعم. كل سنه وحضرتك طيب، وكل سنه واحنا جميعا طيبين. بشكر حضرتك استاذ اسامه خيري، عضو الجمعيه العموميه لغرفه شركات السياحه في نفس